السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل إخوات في الدنيا. طبعا كلنا عارفين إن ده الموسم بتاع ورق العنب، وورق العنب ده ليه عشاق مخصوصين ليه، ليه مزاج تاني خالص، مش أي حد بيفضله ومش أي حد بيحبه. طب يلا عشاق ورق العنب يجمعوا هنا، واللي بيحبوا ياكلوا ورق العنب سواء في الموسم بتاعه أو مش في الموسم بتاعه، يلا بينا مع بعض نخزن ورق العنب من السنة للسنة، ولو قعد معاك سنتين تلاتة عمره ما هيغير لونه ولا هيغير طعمه. اول حاجة طبعا لازم نعرفها ازاي نجيب الورق العنب. ورق العنب ده الورقة بتاعته بتكون ورقة كده متوسطة، وتكون الورقة ناعمة، ويكون العرق بتاعها مش احمر. ابعدي عن الورقة اللي العنقود بتاعها احمر، دي ما بتبقاش ورقة عنب، دي هي بتبقى ورقة توت او ورقة فراولة، لكن بعيدة كل البعد عن ورق العنب. نلاقي ننقي الورقة اللي هي الناعمة، الورقة تكون متوسطة ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي. طبعا بنجيب الورق كده ونشيل العنقود بتاعه زي ما انت شايفة بالمنظر ده في الفيديو، ونمسحه ونرصه على بعضه فوق بعض صفوف كده. اهم حاجة تبقي فاردة الورقاية وتفرديهم بقى على بعض وتعملوهم صفوف جنب بعض. ما ينفعش ان احنا نغسل ورق العنب قبل ما نخزنه، بنمسحه بس مسحة. امال هنغسله امتى؟ هنغسله لما بنطلعه علشان نسلقه، وكمان بنغسله بعد السليق مرة واتنين وتلاتة واربعة، بنغسله كتير جدا. فبنحطه في الاول كده في اول التخزين بتاعنا، بنحطه ناشف خالص، ما بنجيبش من ناحيته ولا مية ولا اي حاجة. وزي ما انت شايفة كده يدوبك بنشيل العنقود بتاعه، ولو في تراب او اي حاجة بنمسح الورقية سواء بايدينا او بمنديل مطبخ يكون جنبنا، ونرص بقى الورق فوق بعضه صفوف. هنخلص الكمية كلها اللي معانا، احنا مش عاملين النهاردة كمية كبيرة، انا عاملة حوالي يعني نص كيلو الى كيلو الا ربع كده، علشان بس نشوف مع بعض الطريقة واحدة واحدة. لكن طبعا تقدري تخزني كميات كبيرة او قليلة، ده حسب ميزانيتك وحسب احتياجكم لورق العنب وحسب حبكم طبعا لورق العنب. تقدري تخزني سواء كميات كبيرة او قليلة، دي حاجة ترجع لك. بس النصيحة منك لما تيجي تعمليه ما تعمليش كميات كبيرة مرة واحدة، علشان ما تزهقيش وما تمليش وانت قاعدة تنضفيه وتر رصي. خلصنا كل الكمية اهو، عملتها صفوف زي ما انتوا شايفين، طبعا الصفوف مظبوطة والورق مفروض كله جنب بعضه اهو. هناخد بقى الصفوف بتاعتنا دي علشان نبدأ نغلفه علشان يدخل الفريزر. طبعا في ناس كتير بتحب تغلفه بورق استريتش او اي كياس بلاستيك او اي حاجة، المهم ان هو ما يبقاش داخل فيه اي هواء. بس صحيا اكتر ان احنا قبل ما نلفه في الكياس البلاستيك بتاعتنا ان احنا نحطه كده في ورق الزبدة. الطريقة دي ممتازة ومتجربة ومضمونة مليون في المية، ان احنا نمسك ورق الزبدة كده من الورق اللي احنا بنعمل بنخبز عليه اي مخبوزات بتاعتنا، ونحط ورق العنب في النص كده الصف زي ما هو، من غير ما تتنيه ومن غير ما تبرميه ولا اي حاجة خالص، وبنطبق عليه الورقة بتاعت الزبدة زي ما بتطبقي الظرف بالظبط. نحاول نقفله بس من كل الاجناب. هي معلش بس الورقة دي كانت صغيرة معايا شوية، بس هوريها لكم دلوقتي تاني مرة كمان في ورقة اكبر منها. بس طبعا حتى لو الورقة صغيرة معاكي حاولي تتصرفي وتمسكيها وتضغطي عليها من كل جنب كده بأي لزق سلوتيب ابيض شفاف كده، وهنبدأ نلزق الورق بتاعنا زي ما انت شايفة اهو. قفلناها كويس جدا، مفيش هوا داخلها ولا اي حاجة، وبنضغط عليها ضغطة حلوة محترمة علشان نفرغ كل كمية الهواء اللي موجودة جواها. اهو ادي خلصنا تغليف اول واحدة، شايفين زي الظرف المربع بالظبط، مقفولة باحكام من كل الاتجاهات. هنعمل واحدة تانية بقى علشان نكبر الورق شوية، علشان اللي ما شافتش الطريقة الاولانية تقدر تتفرج عليها تاني وتشوف الطريقة مظبوطة. بنلف ورقة الزبدة كده حوالين ورق العنب بالظبط، بنلفه وهو مفروض زي ما هو بالظبط، وبعدين بنتني الجوانب التانية كده اكنك بتطبقي الظرف بالظبط. ولو ايه مش عارفة تتحكمي كده، بصي اول ما بتتني اول جنب كده بتجيبي حتة كده من اللزقة وتلزقيها، وبعد كده علشان تلفي الجنب الاخير بكل احكام ونلزقه برضو لزقة كمان. طبعا تقدري تلفيه على طول في ستريتش راب لو انت متعودة على الطريقة دي، وتقدري تعمليه في برطمانات كمان. ان شاء الله بإذن الله هنحاول ان احنا ننزل الطريقة بتاعت البرطمانات مع بعض. بس دي الطريقة الاولى، ودي طريقة صحية وفي نفس الوقت مجربة ومضمونة 100%. بتطلعيه اول ما بيشم الهواء على طول بيفك معاكي من قبل كمان ما نحطيه وتسلقيه. وبناخد كل ظرف كده من الورق اللي احنا عملناه ونحطه في كيس بلاستيك كمان، وبنقفله كويس جدا ونفرغ اي كمية هواء موجودة فيه.
ودي الطريقة بتاعتنا النهاردة، طريقة بسيطة جدا، طريقة مبسطة جدا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها. طريقة مضمونة 100%، اؤكد لكم كمان مرة ان هي طريقة مضمونة وحلوة قوي. هتطلعي الظرف كده وتفتحي الورق بتاعه على طول، وهتنزلي على المية المغلية على طول اللي انت بتسلقي فيها الورق، وهيتسلق معاكي ويبقى زي الفل، احسن كمان من الطريقة بتاعت البرطمانات، واحلى كمان 1,000,000 مرة من ان انت تسلقي الورق وتخزنيه مسلوق. طريقة حلوة قوي وطريقة مجربة قوي. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ووصفتي البسيطة النهاردة والطريقة بتاعتي تكون نلت اعجابكم. لو عجبك الفيديو ما تنسي متنسنيش في لايك وشير، ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسنيش في اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعاية الله وحفظه، ومع الف سلامة. باي باي.